لزوم السينك بس. الفيديو ده والله انا بعمله عشان بحبكم ماشي، وعشان انا عارف ان انا فعلا متغير معاكم، او مش متغير معاكم يعني، انتوا حاسين ان المحتوى متغير وان انا مرجعتش زي زمان. انا كنت معاند قوي في الموضوع ده، بقول لنفسي مستحيل تكون مش زي زمان، انت مفيش حاجه فيك اتغيرت، وانا فعلا بالنسبه لي مفيش حاجه اتغيرت، بس لا في حاجات اتغيرت. الفيديو ده انا عملته علشان انا مقتنع ان الافكار اللي انا مجهزها الفتره دي كويسه، بس تنفيذها مش كويس، بمعنى انه الناس بتحس ان انا مش مبسوط وانا بعمل الفيديو، او بعمل فيديو انا مضطر او مجبر. هو لا، انا مش بعمل كده، بس في عوامل كتيره جدا 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 لازم نتكلم فيها بسرعه، وفي الاخر هطلب منكم طلب مهم جدا. فاول حاجه لازم اقولها مبدئيا، القناه دي هتقف لغايه مارس الجاي. النهارده انا بسجل الفيديو ده يوم 7 يناير، لغايه يوم 10 مارس الجاي ان شاء الله انا مش هنزل اي محتوى على القناه دي. مش هسجل اي محتوى للقناه دي، في فيديوهات انا مسجلها اوريدي همنتجها وانزلها لكم، ولكن مش هنزل حاجه بعدها، يعني يمكن في 3 فيديوهات كمان او حاجه، والفيديو الاخير اللي انا هكون مسجله هكتب لكم فيه انا مسجل الفيديو ده اخر فيديو بتاعي. ليه هعمل كده؟ لان فعلا انا شايف ان انا محتاج اشتغل على نفسي، محتاج ارجع زي زمان، ومحتاج اشوف انتوا ايه اللي عايزينه يرجع وايه اللي محتاج يتصلح. بعمل كده دلوقتي بدل ما نزعل بعدين، ماشي؟ يعني زي ما قلت لكم انا بعمل الشغل ده عشان بحبه، ده شغفي، مش عايز افقد الشغف، فلازم اظبط كل حاجه. ف من دلوقتي ليوم 10 مارس ايه اللي هيحصل؟ اولا الفيديو اللي شغال دلوقتي ده، انا عايزك تكتب لي فيه تحت في التعليقات ايه الحاجه اللي انت عايزها تتصلح، او الحاجه اللي انت حاسسها اتغيرت، او الحاجه اللي محتاجه تتظبط، ماشي؟ انا هشارك حاجات معاكم دلوقتي انا شايف ان هي محتاجه تتصلح، بس قصدي يعني انت كمان شايف ايه المفروض يحصل. في ناس بتقول لي انت متغير، في ناس بتقول لي بقيت ممل، في ناس بتقول لي حاجات كده، ليه؟ اديني نقد بناء، فاهم؟ اي حد هيقل ادبه طبعا بلوك، مش عايز قله ادب، عايز نقد بناء، حاجه تساعدني ان انا ارجع للشخص اللي كنت عليه. ما تقوليش احسن نفسي ازاي، لا انا عايز ارجع للشخص اللي انت كنت بتحبه، او الشخص يعني انا عارف ان انا ممكن اكون اتغيرت، وفي ناس حابه او مش فارق معاها التغيير، يعني حباني زي ما انا مهما كان بقى الابس اند داونز، وهنتكلم في الابس اند داونز دلوقتي، ولكن برضو في نفس الوقت اللي يعني مش قادر يستحمل التغيير بتاعي او كده يقول لي ايه اللي اتغير لو عايز يتصلح تحت في الكومنتات بتاعت الفيديو ده ان شاء الله، تمام؟ انا فعلا عايز اشتغل على نفسي عشانكم، وانا هعمل كده ان شاء الله. غير كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل يوم الساعه 11 بالليل بتوقيت مصر هيكون في ستريم على تويتش كل يوم لغايه ما ارجع للقناه هنا، وان شاء الله برضو كل يوم الساعه 5 لا الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت مصر هيكون في فيديو على بيستي منبه كل يوم برضه. فبيستي منبه تحت في الوصف، وقناة الاستماع بتاع تويتش تحت في الوصف، وقناة اليوتيوب، لأن بعد ما بعمل السين تاني يوم بينزل على اليوتيوب الساعة 3:30 بتوقيت مصر. بص من الآخر كده، كل الروابط اللي بتكلم عنها تحت في الوصف، وفي قدامك دلوقتي على الشاشة الجدول اللي ممكن تتابعني فيه الفترة الحالية لغاية ما أرجع تاني للقناة الأساسية. ليه مش عايز أنزل في القناة الأساسية؟ القناة الأساسية يعني أفكار، يعني تنفيذ للافكار، يعني مونتاج بمزاج، يعني مجهود كبير جدا، يعني فكره ثامنيل، يعني حاجات كتير قوي. فانا عايز ان انا اعمل الحاجات دي صح، وعشان كده انا محتاج منك تحت في التعليقات تقول لي ايه اللي اتغير. غير كده انا اقول لك ايه اللي انا شايفه اتغير الصراحه. مبدئيا انا مش كويس، ماشي؟ انا اكون صريح معاكم، انتوا اخواتي واخواني، انا مش كويس، نفسيتي مش كويسه، صحتي مش كويسه، كل حاجه مش كويسه، ماشي؟ مش هقول لكم بقى اكتئاب اليوتيوب والكلام ده، الموضوع مش اي علاقه بيوتيوب، الموضوع ليه علاقه بمسائل شخصيه. فانا كنت مش كويس الفتره دي، او يعني هو انا لسه مش كويس، بس انا اشتغل على نفسي الشهرين دول، يعني انا واخد الشهرين دول اجازه عشان الوقت اللي انا بضيعه في القناه كمجهود احاول اعمله على نفسي وارجع للقناه تاني كويس بعد ما كنت اتحسنت، ماشي؟ فانا مش كويس بمعنى ايه؟ بمعنى في ستريس ايتنج كتير، في اكتئاب حاد كتير بيحصل، في اوقات بنام هنا على الارض في المكتب لان انا عايز ابقى يعني جنب الشغل بتاعي عشان حاسس ان انا مقصر. في حاجات كتير قوي بعملها مش صحيه، مش كويسه عشاني، مش كويسه عشان نفسيتي. ويمكن الحاجه الوحيده اللي بتبسطني الفتره دي هي الاستريمات عشان بقعد معاكم، فهتحسوا فعلا يعني. مش عارف بقى ده هل بسبب اللي بيحصل في فلسطين عند اخواتنا، او بسبب ايه بالظبط، بس فعلا 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 بقالي من شهر اكتوبر اللي فات انا مش كويس، ما بنامش كويس، ما ببتسمش، ما بفرحش، شايل هم كتير، متضايق من حاجات كتير، في حاجات كتير قوي مغيراني يعني، لدرجة انه ودي أول مرة أشوف الموضوع ده، بس يمكن ما يبانش في الكاميرا قوي، بس لا هو هيبان. يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة انتوا شايفين المنظر؟ يعني هو مش باين قوي يمكن، بس الوزن أهو أهو الوزن. أتخن فترة ليا في حياتي هي الفترة دي، أوحش فترة من ناحية مش قادر اقوم، مش قادر اتحرك، هي الفتره دي. ويمكن دي من الحاجات اللي مأثرة في الفيديوهات، ان انتوا حاسين بكسل، لان انا زمان كنت بقوم اقف واقف هنا واقف هنا، بس بصوا
انا محرج من شكلي، فعشان كده ما بطلعش قدام الكاميرا. عارف ان انتوا مش هيفرق معاكم والناس تقول لي بنحبك زي ما انت، بس غير الوزن طبعا كلكم شفتوا اعتقد لحظه واحده زوم. انا بس ببص هنا عشان الكاميرا هنا فاشوف انا بوريكم ايه. انا يمكن حالي دلوقتي فمش باين بس ايوه معلش مؤاخذه قربت منكم قوي. بصوا وشي بقى منفخ ازاي، بصوا في وشي، بصوا في شكلي، بصوا الشعر الابيض عامل ازاي. ده مش كبر سن، ده الضغط والاسترس اللي بيروح عليه. انا اكتشفت ان انا فعلا كل ما بتوتر اكتر وكل ما بتعب نفسيا اكتر وكده كل ما بيطلع شعر ابيض اكتر، وده مش كويس. كل الحاجات دي بتاثر في نفسيتي وانا بسجل الصراحه، وانا جاي دلوقتي اصارحكم يعني بكل الحاجات دي عشان انتوا فعلا اخواتي، وانا مش عايز الدنيا تبوظ، انا عايز نرجع زي ما كنا. ف يعني الخاص الموضوع اللي بحاول اقوله انه انا اسف لاي حد حاسس ان انا مقصر معاه. هنكمل في الاستريمات وفي فيديوهات بيستي ومنبه كل يوم. انا اصلا سبحان الله ربنا والله العظيم ربنا خلاني ارجع لبيستي ومنبه قبل ما اقرر القرار ده. سبحان الله كانه كان بيقول لي انت هتحتاج القناه دي، ارجع لها دلوقتي وخلي يجي منها شويه دخل على جنب، لان طبعا لما بوقف هنا الدخل بيقف خالص. ف انا هاخد الريسك ده، يعني ده بيسموها ريسك او رب ضاره نافعه. انا حاسس ان انا محتاج اعمل ده، انا عايز ارجع بيستي اللي انتوا كنتوا بتتبسطوا لما تشوفوا له فيديو وبتقولوا واو اوكي هو نزل فيديو كمان اكيد فكرته جديده. او زي ما قلت المشكله مش في الافكار على قد ما هي في التنفيذ، يعني المشكله فعلا في التنفيذ. ف اللي هقوله لكم ان في فيديو علي اكسبرس وفي فيديو اي ان يو، اي ان يو جامد قوي على فكره، وفي فيديو كده مش هقول فكرته ايه. دول ثلاث فيديوهات انا مسجلهم وناوي انزلهم لكم. غير كده عايز انزل لكم لعب الرعب المصري دي برضو، بس ممكن اعملها لما ارجع بقى احسن لي، عشان بس يبقى الناس حاسه انه لا بيستي رجع زي ما كان اعتقد، يعني والله اعلم مش عارف. قولوا لي تحت في التعليقات برضو ايه رايكم، بس انا عايز استغل الفتره دي في نزول في الجيم، قرب من ربنا، قرب من مراتي، قرب من عيلتي. الواد جامايكا المفروض هيجي لي في فبراير، عايز ابقى اشوفه واسلم عليه واتبسط معاه وكده. بس اهم حاجه شغل على نفسي، شغل على الشخص اللي انتوا حبيتوه اللي انتوا وثقتوا فيه وبتحبوا محتواه وكده وبس. الفيديو طبعا هينزل من غير مونتاج، يعني يعني زي ما هو. اسف ان انا احط عليها اعلانات، بس اعتبروها يعني حاجه من الحاجات الاخيره اللي لازم فعلا احط فيها اعلانات. في فيديو هينزل على فكره بعد الفيديو ده، بس معلومه مهمه، ويا ريت برده الناس اللي هتسمع المعلومه دي دلوقتي تقولها للناس اللي هيكتبوا تعليقات سلبيه ان شاء الله لما الفيديو ينزل. الفيديو ده انا كنت مسجله وانا عيان جدا 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 وتعبان جدا، وواحد غيري هو اللي منتجه، كنت بجرب مونتير جديد، فالمونتاج حتى مش بتاعي. فبعتذر على الفيديو ده لان انا حاسس ان هو مش عارف يعجبكم ولا لا، بس انا هنزله برده عشان انا مسجله لكم. فيديو حلويات الانترنت وبس، يعني كان في فيديو حلويات الانترنت هينزل، وفيديو علي اكسبرس، وفيديو اسمه ده فكره مش عايز اقولها، وفيديو الاخير كان ايه يا ربي نسيت والله، اي نيو، اي نيو سلايد ماشي. بس وعد مني ان شاء الله مارس الجاي هرجع لكم شخص تاني خالص، هرجع رفيع، مش رفيع بس هرجع فيا صحه ان انا اتحرك واعمل الافيهات بتاعتي. مجهز اصلا حاجات تجارب وحاجات سحر وماجيك والحاجات اللي بتضحك دي كتير قوي، مجهز افكار حلوه كتير والله العظيم، مجهز افكار اقسم بالله حلوه كتير جدا، منها اللي كان متابع الاستريمات المسدس اللي احنا عايزين نعمل بيه كونتنت ده. ف انا عايز ابسطكم والله العظيم، يعني انا حاسس ان مش عارف اكمل يوتيوب لغايه امتى قبل ما افتح المشروع بقى واقعد في البيت. ف مش عايز ابقى الشخص اللي تحس، لان انا مش كده والله، اللي تحس ان هو بيعمل فيديوهات وخلاص عشان يعمل فلوس. انا لسه بعمل فيديوهات عشان عندي شغف بالموضوع، بس يمكن نفسيتي بتاثر على تنفيذ المحتوى، وده انا مش عايزه يحصل. فتشجيعك ليا تحت في التعليقات، كلمه حلوه، نقد بناء. لو سمحت لو في حد من صحابك كان بيتفرج عليا زمان وبطل يتابعني، بعته الفيديو ده قول له يتفرج عليه على الاخر للاخر، وقول له يكتب لي برده رايه تحت في التعليقات. بس ربنا بس عارف انا بحبكم قد ايه في الله كلكم، واحد واحد، نفر نفر، حتى اللي بيكرهني مش مشكله. وعايز فعلا انا افرحكم وخلاص، بس ادوني والله العظيم يا جماعه في يوتيوبرز كتير قوي بما في ذلك انا بيبتسموا في وشهم وهم في حياتهم في بلاوي بتحصل. يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل، بس الاكتئاب ده حاجه ولا حتى اقرب الناس اللي بيحسوا بيه والله العظيم، يبقى حاجه كده بتحصل لك مع نفسك. ف ادعوا لنا وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. واسف جدا ان في زيت على التيشيرت هنا، والله كنت نازل اكل باستا تحت، رجعت من الباستا لقيت في زيت هنا، قلت مش هقعد بقى اغير التيشيرت عشان الكلام في دماغي مش عايزه يروح من دماغي. ف الجداول في الوصف بتاعت اللي هيحصل الفتره دي، في نفس الوقت تابعوني كل حته وبحبكم جدا، اكتبوا لي تحت في التعليقات وادعوا لي اخس عشان انا عايز المره الجايه البس لكم اللبس ده تتصدموا، يعني تشوفوا ان البقفل قدامكم، معلش الصوت بيبعد لما ببعد، بس تحسوا ان انا كويس يعني.
صدقوني ده اوسع لبس عندي يعني، لو لبست حاجه اضيق من كده. لحظه واحده، انا هتعب نفسي ليه؟ متخيلين ده بقى مقاسي يعني؟ مش عارف باين ولا لا، بس ده تيشيرت الاول. لازم اشتغل على نفسي، واحده مني اشتغل على نفسي واروح لدكتور كمان اشوف موضوع الشعر الابيض ده لو قدرت ماديا. بس لو بيقول اتمنى يكون كلامي كان طالع من القلب بشكل مرتب شويه، بعمل فيديوهات دي كتير قوي. بس اشوفكم ان شاء الله في مارس، مش بقول لكم مكتمل اليوتيوب وابطل، بقول لكم هرجع احسن ان شاء الله. تابعوا بس المنبه، تابعوا الاستريمات، لاف يو اول. و بس كده اقفل يا ابني الفيديو. السلام عليكم.